سالك في أهمية بناء شراكات استراتيجية تعزز من قدراتنا وتساهم في تحقيق أهدافنا. وجودنا اليوم في حرم جامعة الفيصل كأحد الرعاة يمثل شكلاً من أشكال هذا التوجه. ومن خلال تواجدنا في هذا المعرض نسعى للتعريف بسالك وإمكانياتها وبرامجها وتعريفها كأحد الجهات الجاذبة للمواهب. نعتبر ثقافة الشركة وتدريب الموظفين من الركائز الأساسية للنجاح، وفي سالك نحرص على توفير بيئة عمل مشجعة على الإبداع والتطوير المستمر. واليوم البرامج التدريبية التي نقدمها ليست فقط لتنمية المهارات الفنية، وإنما نحرص أيضاً على تنمية مهارات التواصل والمهارات القيادية والذكاء العاطفي وغيرها من المهارات الحياتية. لذلك نؤمن بأن بناء ثقافة مؤسسية قوية يعد أساساً لبيئة عمل محفزة ومنتجة. نحرص بسالك من خلال برنامج التدريب التعاوني على دعم وتمكين الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه بكل بساطة نرى أن كوادرنا الوطنية هي استثمار المستقبل. ومشاركتنا اليوم في المعرض هدفها التواصل مع الزوار، التعرف على الطلاب وعرض فرص مهنية تساعدهم على بناء مستقبلهم.